دعامة هي الحل الأخير. جربت كل الأدوية والوسائل المساعدة ما نفعتش، أركب دعامة، هي السلمة الأخيرة في سلم العلاج. وانس إن أنا قررت أركب لمريض دعامة، أعرف إن حالته ميؤوس منها خالص، مفيش علاج دواء. عشان أركب لمريض دعامة، المريض ده جالي بعد سنوات معاناة وإحباط، وشاف المرار، شرب المر بزيادة زي ما بيقول. بقول المريض الدعامة يعني جالك بعد قصة بؤس، فتحاول تحط نهاية مضيئة للفترة المظلمة دي من حياته. فطبعاً محتاج منك حاجتين عشان تبقى خدمته خدمة عمر بفضل الله. أول حاجة إنك تديله أعلى نسبة نجاح للعملية، يعني تحاول إن العملية تنجح قدر الإمكان، ودي بنشترك فيها إحنا وجميع زملائنا الأفاضل في كافة المستشفيات على مستوى العالم. والنقطة التانية إنك تديله أفضل نتيجة ممكنة من العملية، يعني يستفيد من العملية أكثر استفادة، ودي بنفرق بيها في علاء كلينك، مركز عالمي لجراحات سرعة القصف والعضو الذكري، إن إحنا بنعمل تكنيك اسمه الفور دي، بيدي أفضل نتيجة ممكنة للدعامة.